بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انزلي 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 خلي نشوف. طبعا ده الفحل ده طلعته من داخل كان محطوط في الحضانة عشان ديله كنت شايلنه، بس لسه ما طلع ديله كامل طبعا، بس خفت على رجلي لان خاصة من الفحول من اطول عليها بالارضية الخشب تشوف على طول يضرب عصب. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا هذه الدجاجة ما تصلح له، بس انا تصلح له هذا الفحل، بس انا بطبيعتي احب اخرب احيانا اشوف وش يطلع. في برود الدجاج صايرين بردانية، الجو حليو.